صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. أسعد الله أوقاتكم، وإن شاء الله يكون يومكم مليء بالتفاؤل والإنجازات. مستمعينا، يعني مثل ما نذكركم دائما أن هذا البرنامج هو منكم وإليكم. هذا البرنامج عبارة عن نافذة مفتوحة تفتحها لكم هيئة الصحة بدبي، ليكون يعني ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني إليكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، وهذه تحيات مخرجنا عيسى سبيل عموما. طيب مستمعينا، قبل نروح على الخبر اللي متعودين دائما نحن نعطيكم إياه في بداية كل حلقة، خلونا ما نتناول معاكم سؤال حلقة اليوم. هذا السؤال الذي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع معرض الصحة العربي: يا ترى ما هو أحدث تطبيق صحي أطلقته هيئة الصحة بدبي لخدمة جمهور المتعاملين؟ أحدث واحد، يعني أجدد تطبيق، هل هو دوائي أم صحتي أم أطباء دبي؟ جائزة هذا السؤال 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي، وكما ذكرنا أن هذه تأتي بالتزامن مع معرض الصحة العربي. معرض الصحة فرصة لترويج الابتكارات العالمية، هذا هو خبرنا اليوم. تفاصيل الخبر: أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت الوجهة المفضلة للشركات العالمية لعرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها الطبية، مشيرا إلى أن مشاركة 4000 شركة بزيادة أكثر من 10% عن العام الماضي يعد دلالة واضحة على الأهمية العالمية التي باتت تحظى بها أسواق الدولة. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد عقب افتتاحه معرض ومؤتمر الصحة العربي في دورته 41 إن معرض الصحة العربي، والذي يعد الأول إقليميا والثاني عالميا، هو علامة فارقة في تاريخ صناعة المعارض الطبية في المنطقة، لافتا إلى أن النمو المتزايد لمنشآت الرعاية الصحية يتطلب وجود مثل هذه الأجهزة المتطورة، خاصة وأن قطاع الرعاية الصحية بات يشهد منافسة كبيرة في تقديم الخدمات العلاجية. أيضا تجول سمو الشيخ حمدان عقب قص الشريط في المعرض برفقة معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من الوزراء القادمين لحضور هذا المعرض من مختلف الدول، وعدد من مديري الدوائر المحلية ومديري الشركات العالمية. تجولوا في أرجاء المعرض واطلعوا على أحدث المنتجات الطبية التي تعرضها الشركات. من جانبه قال معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن النموذج الواقعي للحياة العصرية والتطور المذهل الذي تشهده دبي هو الذي أسس في مدينتنا مقومات النجاح والتفوق لكل ما تستقطبه من معارض عالمية متخصصة ومنتديات ومؤتمرات سياسية علمية ثقافية، لتكون دبي هي الوجهة المفضلة للراغبين في تحقيق الريادة، كما هي الوجهة المثالية للباحثين عن تجربة صحية مميزة. إذن
ما زلنا في هذه الأجواء، أجواء التطور القطاع الصحي في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص، وموضوع ملفنا الطبي اليوم نحن نتحدث فيه عن تطور القطاع الصحي في إمارة دبي. وبهذا الخصوص يعني يسعدني في البداية أن أرحب بضيفتاي في الاستوديو، الدكتورة حنان السويدي. دكتورة، أنت مدير برنامج سعادة في إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، صحيح؟ والسيدة ليندا عبد الله مدير مكتب السياحة العلاجية بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، حياكم الله معانا. حياك الله هلا محمود. هيئة الصحة بدبي وضمن جهود المستمرة في تطوير القطاع الصحي حققت خلال السنوات الماضية نجاحات متوالية في مجال تعزيز وتطوير النظام الصحي في الإمارة، والذي بات ولله الحمد في مقدمة الأنظمة الصحية على مستوى المنطقة من حيث مستوى ونوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وهو الأمر الذي عزز من موقع دبي كوجهة مثالية للعلاج والاستشفاء. هيئة الصحة في دبي جهودها في مجال السياحة العلاجية وجذب المرضى، مقومات النهضة الطبية بدبي، قانون الضمان الصحي ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الإمارة، هذه هي المحاور اللي مناقشها من خلال يعني تواجدنا في هذه الحلقة ومن خلال عرض هذا الملف. في البداية يعني بتطرق، بما أن نحن نتحدث عن معرض الصحة العربي، أبغي أعرف من وجهة نظركم، من وجهة نظر التنظيم الصحي والتمويل الصحي، يا ترى ما هي أهمية هذه المشاركة وأهمية استعراض مثل هذه الخدمات في هذا الحدث العالمي؟ أولاً أحب أرحب بالجمهور الكريم وشكراً على الاستضافة أستاذ محمود. طبعاً نحن اليوم نعيش محفل مهم اللي هو مؤتمر الصحة العربي، وهذا من أهم المحافل العلمية اللي تمر في دبي خلال أول السنة. طبعاً نحن التمويل في إمارة دبي بدأ يتطور، وهذا بعد ما اعتمد القانون الضمان الصحي لإمارة دبي ل 2013، وشفنا والله الحمد الكثير من الاستثمارات الكبيرة اللي صارت في هذا القطاع. وتزامنا مع هذا الموضوع إن شاء الله بيكون في نشر لتقرير الحسابات الصحية الوطنية اللي قامت بها الإدارة، اللي شفنا فيها زيادة في الصرف في القطاع الصحي بنسبة 37% من سنة 2012 إلى سنة 2014، وهذا دليل أنه هناك استثمارات ضخمة تضخ في هذا القطاع المهم. جميل. ويساعد على تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمقيمين والمواطنين في إمارة دبي. جميل. أنا بحاول أثناء سياق الحديث دكتورة أني أنا أتناول إذا سمحتي لنا يعني وعطيتينا بعض المعلومات زيادة عن التقرير، لأن أنا أعرف أنكم مؤتمر صحفي للإعلان عن أرقام جديدة في هذا المجال، وما منحرق عليكم المؤتمر الصحفي، لكن مناخذ ما أدري إن صح التعبير، نحن باللهجة محلية نقول بهانس، يعني ممكن نأخذ بعض المعلومات الخفيفة عن هذا التقرير. لكن برجع إلى الحديث مع الأستاذة ليندا، بتكلم عن دبي وعن الخارطة السياحية العلاجية، يا ترى أين تقع دبي على هذه الخارطة؟ صباحك الله بالخير أول محمود، ولا مستمعينا الكرام، ومشكورين على الاستضافة. الحقيقة عودتنا دبي دائما على التميز، وعلى أنها دائما تكون في الطليعة في كافة المجالات. إحنا اليوم نفخر أن على فهرس السياحة العلاجية العالمي
في عام 2014 كان موقع دبي على الخارطة العالمية رقم 17 عالميا، والحقيقة هذا إنجاز مشهود لدبي في فترة قصيرة عملنا فيها بشكل دؤوب على تنفيذ استراتيجية السياحة العلاجية اللي باركها صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، وكذلك توجيهات معالي رئيس مجلس الإدارة في هيئة الصحة بدبي على العمل بشكل دؤوب لوضع دبي في المقدمة وفي الطليعة دائما. جميل. أعتقد أن مقومات النجاح كثيرة والتي ساهمت في وضع دبي على هذه المنصة اللي ذكرتيها. دكتورة، إذا ما بتكلم عن ما تمتلكه إمارة دبي من مقومات نجاح في هذا المجال، وأنتوا أيضا لكم قصة نجاح جميلة ضمن يعني برامج التأمين الصحي اللي قدمتوها، سواء كانت سعادة أم إسعاد، وساهمت بشكل أو بآخر في تعزيز هذه المكانة لإمارة دبي. فخلينا نتطرق لهذه العوامل، يا ترى من وجهة نظرك دكتورة شو العوامل اللي ساهمت في تحقيق مثل هذه المكانة؟ طبعا مقومات النجاح لأي منظومة صحية هي تواجد القيادة والرؤية الواضحة، والحمد لله في دبي نحن يعني هذا الأمر نحن نفتخر فيه ونعتز وجود توفير كافة الموارد لدعم القطاع الصحي في إمارة دبي، وهذا شيء نحن يعني نعيشه ودائما نواجهه مع المقدمين الخدمة اللي نشوفهم. الشيء الآخر، تتميز دبي بالانفتاح والمرونة، وهذا ولد منافسة إيجابية لتقديم ما هو أفضل ومميز للمجتمع والقطاع، وأعتقد هذا من أهم المقومات القطاع الصحي اللي احنا في الإمارة عندنا. نعم. أستاذة ليندا، يعني إذا ما نتطرق إلى الشراكة مع القطاع الطبي الخاص ودوره في النهوض بالقطاع الطبي، ما أدري عندي وقت عيسى ولا أطلع فاصل؟ طيب أنا بتناول هذا المحور بعد الفاصل، لكن خلوني أذكركم مستمعينا بسؤال حلقة اليوم. ما هو أحدث تطبيق صحي أطلقته هيئة الصحة بدبي لخدمة جمهور المتعاملين؟ هل هو دوائي، صحتي، أم أطباء دبي؟ يمكنكم إرسال الإجابات على الرقم أو عبر الرسائل النصية 4006 4006. يعني اختاروا الإجابة الصحيحة. ما تعرفون الإجابة ولا؟ بنقولهم إياه في الفاصل الثاني، عقب الفاصل الثاني بنغششكم يعني على أساس أن تأخذون الإجابة الصحيحة، لأن في كثير إجابات خاطئة يتني على الرسائل. لكن يا جماعة الخير، نحن منوقف مع فاصل وما نرجع لكم نستكمل هذا الحديث الشيق. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة الغراء إذاعة نور دبي. مستمعينا، كنا قبل الفاصل قد طرحنا ملف الحلقة لليوم، وهو معني بتطور القطاع الصحي في إمارة دبي، وأيضا ذكرناكم بسؤال مسابقتنا اللي يعني هيئة الصحة تقدم 1000 درهم على مدى 4 أيام، اللي هي لين يوم الخميس، واللي هي متزامنة مع أيام المعرض الأول إقليميا والثاني عالميا، معرض الصحة العربي. سؤالنا اليوم يقول: ما هو أحدث تطبيق صحي ذكي أطلقته هيئة الصحة بدبي لخدمة جمهور المتعاملين؟ هل هو دوائي، أم صحتي، أم أطباء دبي؟ دوائي، صحتي، أطباء دبي. أعتقد الجواب واضح. طيب عموما
بإمكانكم إرسال الإجابات على الرقم 4006، وفي نهاية الحلقة سوف يتم السحب على الفائز. نعود إلى محور حديثنا اليوم، وأجدد التحية كذلك لضيفتاي في الاستوديو، الدكتورة حنان السويدي مدير برنامج سعادة في إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، والسيدة ليندا عبدالله مدير مكتب السياحة العلاجية بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. أستاذة ليندا، نحن كنا توقفنا قبل الفاصل عن أهمية الشراكة التي تتواجد ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومدى أهمية تواجد القطاع الخاص لدعم الخطط التي تسعى إليها دبي في تعزيز السياحة العلاجية. أخوي محمود، الهيئة، هيئة الصحة بدبي، تعتبر القطاع الخاص شريك أساسي لها في عملية تقديم الخدمات الطبية وتطويرها المستمر. إحنا حن بتوجيهات مستمرة من معالي رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي، نقوم بمشاركة القطاع الصحي الخاص في كل شيء من التنظيمات الصحية، نبتدي السياسات اللي نوضعها لا نضعها بمعزل عن القطاع الصحي الخاص، فهم شريك لنا في وضع هذا، لأنهم بيطبقونا في نهاية المطاف، وهدفنا في النهاية أكيد هي الخدمات المميزة للرعاية الصحية، سواء لسكان إمارة دبي أو لزوار العزيزين علينا اللي يتوافدون علينا بشكل مستمر لتلقي العلاج في مجال السياحة العلاجية. احنا نقوم مثلا التنظيمات الصحية مالتنا ننشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، نطلب منهم آراءهم فيها، كما نقوم بعمل ورشات عمل متميزة ناخذ فيها آراءهم. طبعا هالشيء اكيد دكتورة حنان بعد انتم ما تقصرون، جماعة التمويل الصحي وكافة إدارات هيئة الصحة بدبي تقوم بعمل كل في مجال تخصصه هالمشاركات مع القطاع الخاص، طبعا قبل لا تتخذ شكلها النهائي، وهذا أمر مهم في توثيق هالشراكة، كوننا فريق واحد هدفه هو خدمة سكان الإمارة وإسعادهم بتقديم الرعاية الصحية المميزة. قمنا يعني من فترة قريبة بعقد مثل فورم أو ندوة حوارية وعصف ذهني تناقشنا فيها مع القطاع الخاص في كيفية تطوير عملية الاستثمار، الجذب للأمور المبتكرة، حتى في أمور الصحية الذكية، شو التطبيقات اللي ممكن احنا نقدمها للمجتمع عن طريق الصحة بأفكار مميزة من القطاع الخاص. القطاع الخاص هم أيضا اليد اليمنى لنا في تقديم سياسة السياحة العلاجية. احنا ما نقدر احنا روحنا نكون بمعزل أجين عن القطاع الخاص، فهم شريك لنا في هالمجال، والحمد لله يعني شراكتنا دائما نحو بشكل مستمر وإيجابي. طيب أنا بظل بعد في منظومة الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبالتحديد القطاع الصحي، يعني بما له من أهمية، ومثل ما ذكرت أستاذة ليندا أن كانت لكم العديد من البرامج دكتورة في هذا المجال مع القطاع الخاص اللي حقيقة يعد شريك وليس بمعزل عن ما تقوم به هيئة الصحة من برامج ومشاريع في دعم القطاع الصحي في إمارة دبي. دكتورة، قانون الضمان الصحي تم إصداره، وأيضا كانت له الكثير من الانعكاسات الإيجابية على القطاع الصحي في دبي. خلينا نتكلم عن مسألة أن قبل إصدار هذا القانون، يا ترى كيف كان التواصل بينكم وبين القطاع الخاص في تحديد ملامح هذا القانون؟ طبعا القانون أصدر لأهداف معينة، وأهداف القانون هاي جدا جميلة، يعني ونذكركم إياها: توفير منظومة صحة صحية متكاملة في الإمارة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين. نعم. أحد أهداف القانون أيضا تهيئة دبي للمكان العالمي في مجال الصحة وتعزيز تنافسيتها محليا وعالميا، وهني تي بعد موضوع الصحة السياحة العلاجية في المنظومة.
ضمان الأمن الصحي للمواطن والمقيم لتحقيق السعادة لأفراد المجتمع وتعزيز الإنتاجية طبعا. ومن أهم أهداف الضمان الصحي، قانون الضمان الصحي، هو جذب الاستثمارات وأفضل الخبرات العالمية إلى القطاع الصحي في الإمارة. نعم، فكل الأعمال اللي قمنا فيها في إدارة التمويل هي مثل ما ذكرت الأخت ليندا بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق ورشات عمل. لازم يكون هناك يعني مشاركة من القطاع في وضع هذه الخطط والآليات لتمكين يعني عشان الشغل يمشي بشكل أسرع وأسهل، ويكون في حتى نوع من الأونرشيب للأعمال هذه من قبل القطاع الخاص. طيب دكتورة، ذكرت أن في انعكاسات إيجابية جاءت على القطاع الصحي في إمارة دبي نتائج هذه المنظومة الجديدة التي تم اعتمادها واستحداثها، لكن تخبرينا وين وصلتوا في مجال الضمان الصحي؟ طبعا القانون أحد أهدافه هي تغطية المواطنين والمقيمين والزائرين، واليوم عن طريق برنامج سعادة وصلنا إلى تغطية 90% من المواطنين تحت البرنامج، و70% من المقيمين في إمارة دبي حاليا مغطين بالتأمين الصحي. وإن شاء الله هدفنا أن في خلال منتصف العام الجاري أن نوصل إلى 95% من المقيمين والمواطنين تحت التغطية التأمينية. طبعا هناك مشاريع مختلفة جدا يعني لضمان سير عمل هذه المنظومة بالشكل المطلوب، وإن شاء الله بنكون على تواصل. طيب دكتورة، الآن دبي استحدثت نظام تأمين للزائرين، ما صار هذا النظام لين الحين؟ طبعا هناك دراسة حاليا قائمة في هذا المجال والبحث عن أفضل الطرق لتطبيق هذا النظام بحيث أنه يكون سهل على زوارنا الكرام، وإن شاء الله سيعلن عنه على حسب وقته بإذن الله. تفضل أستاذة. إحنا بالتعاون مع إدارة التمويل الصحي طورنا حزمة جديدة لتأمين السياحة العلاجية، وهذا الشيء صراحة يعني نشكرهم عليه وعلى تعاونهم ويانا، إن طورنا هذا الشيء للزوار القادمين للإمارة يقدرون يشترونها مع الباقات العلاجية، بحيث إن الزائر عنده تأمين السفر اللي هو الكل يعرف عنه واللي هو مطلوب أصلا مع إدارة الهجرة وطبعا بالتعاون مع إدارة التمويل الصحي، لكن اللي يزيد عليه اللي هو احنا ما نقول اللي نقول عنه ضامن الجودة. احنا نضمن ان جودتنا الحمد لله تضاهي افضل الخدمات الطبية العالمية، لكن عشان نعطي المريض ضامن زيادة احنا نقول من خلال هالتأمين الصحي ومن خلال المبلغ الزهيد اللي يدفعه مع الباقة العلاجية، ان اذا استوى له اي نوع من المضاعفات غير المسبوقة يوم حتى يرد بلاده يقدر يرجع على حساب التأمين، تذكرة السفر، الإقامة، وكذلك العلاج بتكون مؤمنة من خلال المبلغ اللي يدفعه مع الباقة العلاجية، وهذا الشيء غير متوافر في أي دولة من دول العالم، فشيء مميز قدمته دبي. جميل، أنا بعيد هذا الكلام على أساس أنه يعني صلحيني إذا كانت الصياغة خاطئة. دبي اليوم تضمن جودة الخدمات العلاجية التي تقدمها بحيث أن الزائر الذي يستفيد من الباقات التي تقدم ضمن ضمن الباقات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي لتعزيز السياحة العلاجية، إذا ما حدثت أي مضاعفات نتيجة العلاج، مضاعفات غير مسبوقة نتيجة العلاج الذي حصل عليه في إمارة دبي، بالتحديد أنا أتكلم عن هيئة الصحة ولا الإمارة ككل، حتى القطاع الخاص. القطاع الخاص. حتى القطاع إحنا الخاص. نتكلم عن القطاع الخاص اليوم. إذن اللي إذا ما حصل خدمة علاجية في إمارة دبي وصارت لأي مضاعفات غير مسبوقة، دبي تضمن له عن طريق البرامج التأمينية بأن يعود وتتكفل بكافة المتطلبات المالية لعلاجه، من تذاكر سفر، من إقامة، وأيضا من علاج.
نعم أخوي محمود، هالكلام صحيح، لكن هذا عن طريق يعني مثل ما قلنا شركة خاصة سوت لنا هذا التأمين، وسنقوم بإطلاقه قريبا، وسيكون يعني بمبلغ فقط يباع مع الباقات العلاجية وليس لأي علاج يقدم في دبي، فقط للباقات السياحية العلاجية. جميل، إذن هذه فقط مع الباقات السياحية العلاجية. صراحة خبر جميل جدا. أنا حقيقة أبغي أتطرق بعد كذلك لبعض الأرقام والإحصائيات اللي موجودة عندكم، لكن بوقف مع فاصل قصير لأن المخرج يأشر لنا على فاصل. بس قبل الفاصل اسمح لي أستاذ عيسى بذكر بسؤال المسابقة لهذا اليوم. هذه المسابقة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع معرض الصحة العربي، وتقدم من خلاله يوميا على مدى أيام المعرض 1000 درهم للفائز مع نهاية الحلقة. سؤال اليوم هو: ما هو أحدث تطبيق صحي ذكي أطلقته هيئة الصحة بدبي لخدمة جمهور المتعاملين؟ هل هو دوائي أم صحتي أم أطباء دبي؟ دوائي، صحتي، أطباء دبي، لكم حرية الاختيار، ونتمنى إجاباتكم تكون صحيحة، وتقدرون ترسلونا على 4006 فاصل وما يرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة لهذا اليوم، والذي حقيقة نطرح فيه أحد الملفات المهمة، وهو ملف تطور القطاع الصحي بدبي، ونركز من خلال هذا الملف على السياحة العلاجية وباقات التأمين التي تقدمها الإمارة في هذا المجال، وأيضا بعض المحاور الخاصة بإدارة التمويل الصحي. عموما قبل الفاصل ذكرناكم بسؤال المسابقة، وما يمنع أن نذكركم فيه مرة ثانية للي حاب أن يشارك في هذه المسابقة. عندكم تقريبا ربع ساعة نعطيهم عيسى لين آخر إجابة ممكن نستلمها، إن ربع ساعة ممكن من خلال هذه الربع ساعة تبعثوا لنا الإجابات. السؤال يقول: ما هو أحدث تطبيق صحي ذكي أطلقته هيئة الصحة بدبي لخدمة جمهور المتعاملين؟ هل هو دوائي، صحتي، أطباء دبي؟ أنا بحذف إجابة، أنزين بحذف إجابة وبخلي خيارين عندكم تسهيلا على المستمعين: هل هو دوائي أم أطباء دبي؟ دوائي ولا أطباء دبي؟ يمكنكم إرسال الإجابات على 4006. نرجع لمحور حديثنا ونرجع لملفنا اليوم. حقيقة يعني كنا قد توقفنا مع دكتورة حنان السويدي وسيدة ليندا عبدالله عند مسألة الإحصائيات والأرقام عن عدد زوار دبي الذين قدموا بغرض السياحة العلاجية. يعني شو هي الأرقام اللي كانت متوفرة عندكم البارحة؟ استضافنا دكتورة ليلى، قالت لنا مجموعة أرقام فنبغي نذكر فيها ونبغي نعرف المستمعين بهذا الإنجاز اللي وصلتوا له. الحمد لله أخوي محمود، يعني نسب العالمية تشير دائما إلى زيادة السواح العلاجيين بنسبة يعني لا تتجاوز 12 إلى بشكل يعني ماكسيموم 15%، لكن إحنا طبعا بفضل التوجيهات المستمرة بالعمل على هالمجال بشكل دؤوب يعني قطعنا 18% اليوم. فإحنا هذا اللي أتكلم عنه هو تقريبا من الربع الأول للربع الثالث من 2015، الربع الرابع بعدنا نشتغل على الإحصاءات، لأن إحنا نعمل يعني نأكد أن موضوع الإحصاءات يكون بشكل دقيق، ونحاول مع بتعاون مع دائرة الإحصاءات في دبي على أن نجمع هذه الإحصائيات بشكل دقيق جدا.
فأحيانا يأخذ شوية وقت. دوم أنتوا جماعة الميديا تبون أرقام بسرعة، لكن إحنا نقولكم يعني شوية شوية علينا. أعطونا الرقم الحين وما أعطيتينا أي رقم. بالنسبة للسواح العلاجيين إحنا نقسمهم لقسمين أخوي محمود. في سواح العلاجيين الداخليين، وهذا التعريف تعريف يعني معتمد، إن أي شخص يقوم بتلقي العلاج خارج حدود مكان الإقامة مالته، يعني اللي جايين من الإمارات الستة الثانية، بالإضافة للزوار القادمين من برا، هذين كلهم نعتبرهم سواح علاجيين. هالرقم هو حتى نهاية الربع الثالث 434,000 سائح علاجي، 45% منهم هم سواح دوليين، فحوالي يعني تقريبا 190,000، وهذا أخوي محمود فاق التوقع اللي إحنا حتى كنا مقدمينه في الاستراتيجية. استراتيجيتنا تقول في نهاية 2016 بينا 173,000، فإحنا اليوم قطعنا هذا في الربع الثالث بحمد الله، في الربع الثالث 2015. أنت ما شاء الله قريب النصف مليون يعني. وأصلا أنا أتذكر، ما أدري إذا ما تخوني الذاكرة، ان انتم استراتيجيتكم على 2020 ان توصلون لمليون، نص مليون، لان 2020 توصلون نص مليون، لكن انتم خلال هذه السنه وصلتوا تقريبا قريب النص مليون. ان شاء الله بنوصل النص مليون ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق، واكيد مثل هذه الجهود اللي طرحت حقيقه، وهذا التعاون الكبير في تيسير توفير هذه الباقات العلاجيه للزوار، اكيد هي راح تساهم بشكل او باخر في جعل اماره دبي مقصدا للسياحة العلاجية واحد المراكز الرائدة في هذا المجال. ايضا مستوى العلاج المقدم أعتقد أنه مستوى عالي من الجودة والتميز. مستشفياتنا تقريبا كلها حاصلة على اعتمادات دولية في هذا المجال. هني أبغى أتكلم عن الدور الرقابي للهيئة على المنشآت الصحية في الإمارة بالالتزام بمعايير الجودة. ما أدري منو ممكن يفيدني في هذا المجال. والله أخوي محمود، يعني وجود مكتب السياحة العلاجية في إدارة التنظيم الصحي وايد سهل علينا هالعملية، لأن إدارة التنظيم الصحي هي المسؤولة عن وضع التشريعات والتنظيمات، وكذلك دور الرقابي على المنشآت الصحية في الإمارة. فإحنا دوما نقول يعني إحنا دورنا، صح كلمة الرقابة والجودة هي أكيد اللغة المستخدمة، لكن إحنا مو بدور الشرطي في السوق مثل ما يقولون. إحنا فعلا نعمل مع القطاع الصحي الخاص يدا بيد لا تطور هذا القطاع. عندنا وايد مبادرات مثل مبادرة وياك، أكيد الوادي من الجمهور سمعوا عنها، هي مبادرة لا تعزيز الدور الرقابي لهيئة الصحة بدبي بالمشاركة مع القطاع الخاص. فإحنا وياهم نعمل مع بعض على تطبيق التنظيمات والتشريعات اللي مع بعض حطيناها، وإحنا وياهم نقول شو الأشياء اللي أنتوا تحتاجونها حتى أنكم تطوروا أنظمتكم الصحية، وكيف نقوم معا على ضبط عملية الجودة حتى جماعة التأمين الصحي بعد يكونوا مستانسين. دكتورة حنان تقول إن الحمد لله الجودة الرعاية الصحية بالنسبة للتأمين وهذا كله مضمون بإذن الله تعالى. وإحنا طبعا إدارة تنظيم الصحي بممثلة بقسم التفتيش ورقابة الجودة يقومون بالتفتيش الدوري على المنشآت الصحية، بحيث أن نقوم بالتفتيش 3 مرات على كل منشأة صحية خلال السنة. وأيضا عندنا قسم الحوكمة الطبية اللي دائما يكون وأبدا يكون لخدمة المريض، إذا كان في وجود أي شكاوى وإلى آخره نتعامل معها بكل شفافية. وجماعتنا في قسم التفتيش دوم يعملون بيد البيد لتطوير عملية الرعاية الصحية. هذا شيء وايد مهم أخوي محمود بالنسبة للزائر اللي بيجي من خارج البلاد إنه يشوف هالشيء. فإحنا إن شاء الله في موقعنا الإلكتروني اللي بنقوم بإطلاقه قريبا للسياحة العلاجية بنحط هذا كله بشكل واضح وشفاف، إنه كيف نضمن الجودة للمريض يوم بيجي البلاد، وأيضا طبعا سكان ومقيمين إمارة دبي. نعم طبعا احنا نتعاون دائما مع إدارة التنظيم الصحي، وفريقهم يقوم بعد بجهد كبير للحفاظ على جودة المنشآت الصحية، ونحن كنا
الجهة اللي تمول البرامج الحكومية دائما نحرص على جودة الخدمات المقدمة لمرضانا، وإذا خلال متابعاتنا اتضح لنا إذا في كان أي تقصير أو أي مشاكل صحية قد تؤثر على المريض دائما نرجع لهم وما يقصرون الجماعة في التعاون معنا. طبعا إدارة التمويل أيضا تقوم ب جهد رقابي من ناحية الرقابة المالية للتأكد أنه ما يكون في تلاعب أو استخدام غير صحيح للموارد خلال الإقامة في المستشفيات وإلى آخره، وأيضا نقوم دائما بالتعاون مع إدارة التنظيم في هذا الموضوع. طيب أنا سمحوا لي شوية بذكر المستمعين أن باقي لنا تقريبا كم دقيقة ممكن نوقف الاستقبال الإجابات؟ 10 دقائق. إنزين عندنا 10 دقائق، خلونا نذكركم بسؤال الحلقة اليوم اللي عليه جائزة مقدمة من هيئة الصحة بدبي، هي 1000 درهم كاش للفائز. السؤال يقول: ما هو أحدث تطبيق صحي ذكي أطلقته هيئة الصحة بدبي لخدمة جمهور المتعاملين؟ هل هو دوائي صحتي أم أطباء دبي؟ نحن حذفنا خيار واحد فقلنا دوائي ولا صحتي ولا شو حذفناها؟ أنا بجاوب. لا نحن حذفنا، ما أدري ما أتذكر صحتي ولا أطباء دبي حد. المهم ما تحذف الأطباء يعني والأشياء اللي يصرفونها. زين عموما يمكنكم إرسال الإجابات على 4006. وهني دكتورة حنان، إذا بتكلم عن رؤيتكم أنتوا في إدارة التمويل الصحي بعد الانتهاء إن شاء الله من تطبيق الضمان الصحي في دبي بشكل كامل. ودائما ما ذكرت هنالك يعني التماس كبير بينكم وبين الإدارات الثانية من ضمنها إدارة التنظيم الصحي ومكتب السياحة العلاجية في هذا المجال، وأنا أشوف يعني هذا الهارموني بينكم موجود، وفي كثير من المشاريع اللي استطعنا أن نحقق إنجازات كبيرة من خلالها. الآن شو هي رؤيتكم للقطاع الصحي بعد الانتهاء من تطبيق الضمان الصحي؟ بس أحب أذكر هناك ما ينتهي تطبيق الضمان الصحي، يعني تطبيق التأمين الصحي لا يعني فقط التغطية الصحية، إنما هي إعادة هيكلة للنظام الصحي عبر إعادة هيكلة نظام التمويل الخدمات ودخال مؤشرات أداء وجودة ومصداقية لتقليل هدر الموارد اللي قد تحصل في المنظومة هذه. ومثل ما ذكرنا الأهداف، القانون الضمان الصحي أهداف مهمة منها رفع الجودة الخدمات المقدمة، وهناك أمور كثيرة تحصل وحصلت خلال هالسنوات اللي مضت، منها وضع آليات لترخيص شركات التأمين وشركات المطالبات الطرف الثالث، وهذا كله رفع من جودة الخدمات المقدمة داخل منظومة الضمان الصحي. مثال بسيط يعني قد يستغرب من الناس، إن ما كانوا يهتموا شركات التأمين بالشكاوي والمقترحات اللي تقدم من قبل الجمهور، وبعد ما دخل قانون الضمان صار في اهتمام كبير للحفاظ على يعني الاستهلاك اللي موجود داخل المنظومة هذه، وحفاظ على الناس من يعني عندهم صار عندهم طرق تواصل مع الهيئة وحصولهم على كل المعلومات اللي يحتاجونها. نعم. طيب أستاذة ليندا، أهم التخصصات الطبية اللي تستهدفها استراتيجية السياحة العلاجية والدول اللي تحاولون تستهدفونها من خلال هذه الاستراتيجية، يا ترى شو هي أهم هذه التخصصات وأهم الدول؟ أخوي محمود، إحنا نفخر أن فعلا دبي اليوم تقدم منتج صحي مميز في كافة المجالات وكافة التخصصات، لكن مثل ما يقولون يوم نقدم سياسة ونقدم استراتيجية لازم تكون شوية مركزة على بعض النواحي
اللي نقدر إحنا نتميز فيها عن الوجهات الصحية الأخرى اللي يعني إلى حد ما نقول تنافسنا. حاولنا أن نحصل لدبي مثل ما يقولون نيش سيرفيسز أو يعني نواحي مميزة لتقديم الخدمة. وإحنا اليوم نقول جراحات التجميل، إحنا عندنا يمكن من أعلى النسب العالمية لجراح التجميل نسبة للـ population. شو يسمون population محمود ساعدني؟ التركيبة السكانية. التركيبة السكانية مشكور. جراحات السمنة. يا رب ما تكلمي فرنسي بس. تفضلي. التقنيات والوسائل المساندة للإنجاب، الأمراض الجلدية، الفحوصات الدورية الشاملة، جراحات العظام اللي هي فعلا من أعلى نسب. يعني إحنا اليوم عندنا حتى السياحة العلاجية دكتورة حنان نتأكد يمكن عندنا أعلى نسبة من السواح العلاجيين يجون اليوم للإمارة لجراحات العظام. طب العيون وطب الأسنان، خاصة إحنا ما عندنا يعني أوقات تأخير للحصول على الموعد، فتحصل الدول المتقدمة يعني عندنا المملكة المتحدة مثلا يجينا وايد مرضى لا الأسنان، فهذا شيء يعني اكتشفناه في خلال دراستنا للاستراتيجية. بالنسبة للدول مثل ما إحنا نقول دائما يعني دبي دولة مفتوحة وترحب بالجميع. إحنا اليوم عندنا نفخر إن 33,000 مهني صحي موجودين في دبي من 110 جنسيات مختلفة، يعني أي لغة أي حد يتكلمها موجودة عندنا. لكن أكيد يعني إخواننا دول مجلس التعاون الخليجي هم يعني أولى بالمعروف مثل ما يقولون، إحنا فاتحين أبوابنا لهم. الدول الآسيوية خاصة الهند والباكستان نحصل وايدين يون للإمارة لأن يون لجودة الخدمات وليس لسعر الخدمات. إفريقيا نيجيريا وأنغولا عندنا يعني وايد من الإفريقيين يجون الإمارة، وكذلك مثل ما قلنا المملكة المتحدة لبعض التخصصات اللي يقصدون الإمارة من خلالها. زين شو يعني population الحين؟ الكثافة السكانية أخوي محمود. التعداد هو أظني التعداد. أنا أي شيء أقوله بتسمعين كلامي. أيوه. عموماً أنا استغربت أن يعني بعض الدول اللي أنت تتكلمين عنها دائما ما يعني عندنا المفهوم السائد ان نحن نبعث مرضانا لهذه الدول على اساس ان هم يتعالجون فيها، لكن تذكرتي في بعض الدول يعني انا اللي اعرفه ما ادري او اللي اشوفه في المجتمع والسائد في هذا المجتمع انهم متقدمين عنا بشكل كبير في المجال الطبي، لذلك نحن هناك ممارسات في إرسال المرضى لمثل هذه الدول. لكن مثل ما أنت ذكرتي إذا كانوا مواطنيها هذه الدول صاروا يجونا نحن هنا في دبي وصاروا يتعالجون عندنا في دبي، فما أدري هذه المفارقة شوية غريبة عندي. أخوي محمود هذا المفهوم يمكن شوية في المجتمع سائد بشكل ما أقول خطأ، لكن في مفهوم يعني يمكن يباله شوية توضيح إن عملية سفر الناس خارج عن دولهم للعلاج ما بيكون فقط لأن العلاج في دولتهم مستوى أقل عن مكان ثاني. هناك مدارس مختلفة توضح مفهوم السياحة العلاجية، هناك دول تعمل على استقطاب السياحة العلاجية لأنهم مثلا موقعهم الجغرافي مميز أو قرب الموقع الجغرافي لدولة ثانية تحصل هالدولة هذه كلهم يسيرون هناك، أو في ناس يسيرون لدولة بهدف السياحة ويعرفون أن العلاج عندهم بعد متوفر فيسوون مثل ما يقولون 2-in-1، يسوون السياحة ويسوون العلاج. في دول ثانية لا فعلا هو يقصد العلاج في هالدولة لأن العلاج غير متوفر في دولته. الحين احنا عندنا حتى الإحصاءات تشير أن اللي يطلعون عنا من الدولة للعلاج برا هو يعني رقم مو بعالي وايد، لكن الناس يقولون أنه وايدين يسافرون وايدين يطلعون، لكن فعليا إذا نطالع الإحصاءات الموجودة على موقع هيئة الصحة بدبي الدليل الإحصائي السنوي ما عندنا أرقام عالية، والأخت حنان دكتورة حنان يمكن نتأكد هالشيء. هذا هو نحن يعني في السابق قبل 20 سنة أو 30 سنة كانوا يطلعون عندنا المواطنين أو المقيمين لحصول على خدمات معينة خارج الدولة، لكن اليوم نحن مو بس في إمارة دبي بس في دولة الإمارات بشكل عام نفتخر بال
الموارد المواطنة. يعني عندنا أطباء وأكفاء ما شاء الله يعني على مستوى العالم، وطبعا الخبرات العالمية قامت تتي وتفضل أنهم تستقر في دبي، فتغيرت شكل تقديم الخدمات، تغيرت والجودة تغيرت والأمور كلها تتغير. لكن نحن أحيانا في بعض الأحيان في بعض يمكن التقنيات المتقدمة جدا أو بعض المشاكل الصحية اللي هي مو بوايد منتشرة، ممكن نرسل أو نفضل في المراكز المتقدمة. لكن دبي والإمارات اليوم تنافس على هذا في هذا القطاع، والحمد لله. ونشجع طبعا المواطنين والمقيمين لزيارة وزيادة الثقة في المقدمين الخدمة الموجودين في الإمارة، لأن هناك في ضوابط تحميهم من أمور قد تحصل. صحيح، ونحن من خلال برنامج صحة وسعادة حقيقة استعرضنا الكثير من هذه النماذج العالمية بأمانة. يعني استعرضنا ما تحضرني من كثرتها، لأن في مجالات كثيرة، يعني حتى الشهادات العالمية اللي تقال في حق هؤلاء الأطباء، في حق المنشآت اللي متواجدة هنا، وفي حق حتى الجهود اللي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال، يعني شهادات عالمية في 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 مجال تقديم الرعاية الصحية في إمارة دبي. أنا ما أدري أوقف استقبال الإجابات خلاص، إنزين يعني نعلن الجواب الصحيح. سؤالنا اليوم اللي هو سؤال مسابقتنا اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع معرض الصحة العربي، كان يقول: ما هو أحدث تطبيق صحي ذكي أطلقته هيئة الصحة بدبي لخدمة جمهور المتعاملين؟ شو الإجابة دكتورة؟ أنا أقول دوائي. شو تقولين ليندا؟ أنا بعد أقول دوائي. يعني مو ما غشش. طيب، إذن الإجابة الصحيحة هي أو هو تطبيق دوائي، وفي انتظار أن يختارون الفائز. الفائز عبد المنعم عبد الله صديق، ألف مبروك لعبد المنعم عبد الله صديق. تقدر تستلم الجائزة سواء من خلال إذا قدرت تمر علينا إن شاء الله في جناحنا المتواجد في معرض الصحة العربي، جناح هيئة الصحة بدبي في المعرض، أو بعد على مطلع الأسبوع القادم. طبعا الجماعة بيأخذون رقمك وبيتصلون فيك وبيخبرونك كيف ممكن تستلم هذه الجائزة. عموما نحن الوقت خلص، وما أملك حقيقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لكم في البداية مستمعين الكرام على حسن المتابعة وعلى المشاركة معنا من خلال هذا البرنامج، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي في الاستوديو الدكتورة حنان السويدي مدير برنامج سعادة في إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، والسيدة ليندا عبد الله مدير مكتب السياحة العلاجية بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وأيضا الشكر لأختي وزميلتي أسماء الجناحي على تغطيتها المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الحلقة. وتقدرون أيضا تتعرفون أكثر على باقي الأنشطة اللي تقوم فيها هيئة الصحة بدبي. خلني أتكلم بس شوي على السريع، زين؟ باقي الأنشطة من خلال متابعة حساباتنا في هيئة الصحة بدبي اللي تتواجد تحت اليوزر التالي DHA_Dubai. خلاص وصل محمد الصفار، لازم نسكر الحلقة. ويعني نقولكم في الختام تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبير، ومن فريق الإعداد قسم الإعلام بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مسابقة جديدة وحوار جديد ومواضيع جديدة في القطاع الصحي، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.